جاء المشركون بقضهم وقضيضهم يوم أحد ليستردوا كما زعموا ثأرهم من المسلمين يوم بدر، وكانوا 3000 مقاتل وعسكروا عند أحد عند الجبل الشهير، وخرج المسلمون ليقاتلوهم ويردوا كيدهم في نحرهم. كان المشركون كما أشرت 3000، والمسلمون كانوا في أول الأمر 1000، ثم انسحب المنافقون على رأي زعيمهم 300، فصار المسلمون 700، فالمشركون أيضا 4 أضعافهم، وكذا في بدر كانوا 3 أضعافهم. جعل سيدنا رسول الله يثير حماسة الصحابة الكرام، وقد توقفت عند هذه الكلمة وقلت: وأما المشركون، البارحة قلت: وأما المشركون فقد جعلوا يثيرون حماسة من كان معهم أيضا. أول ما صنعوا أن شجعوا من يحمل اللواء منهم. اللواء في الحروب ما نسميه الآن في عصرنا العلم، علم البلاد. شجعوا حملة اللواء منهم، وكان حملة اللواء منهم من أصحاب المكانة، من بني عبد الدار، من صميم قريش. في غزوة بدر أسر رجل منهم كان يحمل اللواء ثم قتل وهو النضر بن الحارث. فقال المشركون: يا بني عبد الدار، إما أن تكونوا على قدر حمل لوائنا، وإما أن ننزعه منكم فنعطيه إلى رجل آخر. قالوا: نحن نتراجع. هم يريدون إذكاء حميتهم فقط. نحن نتراجع، أنحن نفر؟ ستعلمون اليوم ما نصنع. وهذا كان حقيقيا، فقد ثبت بنو عبد الدار على كفرهم ثباتا عجيبا. كانت قيادة الجيش العامة لأبي سفيان، وقد آلت إليه زعامة مكة بعد مقتل أبي جهل وأضرابه يوم غزوة بدر. وكان أبو سفيان رجلا داهية ذكيا، يجمع إلى ذكائه دهاء عجيبا، وقد أسلم فيما بعد رضي الله عنه. فنظم الجيش تنظيما حسنا. فنظم الجيش تنظيما حسنا، وجعل على ميمنته خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان على كفره أيضا. وجعل على ميسرته عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وكان على كفره أيضا. وجعل على الوسط صفوان بن أمية رضي الله عنه، وكان على كفره أيضا. ودائما لما نذكر قصص السيرة نقف مليا، كيف نقل رسول الله أناسا حاربوه وقاتلوه وأسالوا دماءه ودماء أصحابه، نقلهم من الكفر إلى الإيمان؟ سبحان الله. طبعا هو فضل الله قبل كل شيء، ثم حسن تعامل هذا النبي الكريم مع أعدائه ومع أصحابه. حرض هؤلاء وتجهزوا. قام المشركون بعمل آخر، أرسلوا رسالة إلى الأنصار: يا معشر الأوس والخزرج، نحن لسنا أعداءكم، ما لنا بحربكم، نحن نقاتل أبناء عمومتنا من أهل مكة محمدا وأصحابه، فدعوهم لنا، ارجعوا أنتم إلى بيوتكم ودعوا هذا الرجل وأصحابه المهاجرون. فرد عليهم الأنصار ردا قاسيا وأسكتوهم. فاستعملوا وسيلة قريبة أيضا، وكل هذه الوسائل هي وسائل حرب معنوية، والحرب المعنوية أيضا منذ القديم والحديث وفي كل وقت لها شأن عجيب. لما يحطم المقاتل معنويا وإن كان قويا سيخسر، ولما يقوى المقاتل معنويا وإن كان ضعيفا قد يربح. كان قد هرب إلى أهل مكة رجل من في الظاهر ومن المدينة من يثرب يدعى أبا عامر الراهب، وكان من سادة الأوس في الجاهلية. أما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فقد كان من سادة الخزرج. أبو عامر الراهب كان يعني مقارنا لعبد الله بن أبي بن سلول في الزعامة. لما جاء رسول الله ودخل المدينة نظر زعامته طارت حقد،
لم يحتمل أن يبقى كما صنع سنه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فأعلن كفره وانطلق خارج المدينة. وكان يلقب في الجاهلية كما قلت بالراهب، أبو عامر الراهب. فلما أعلن كفره وضلاله لقبه رسول الله بالفاسق، فصار المسلمون ينادونه أبا عامر الفاسق. هذا قبل أن تبدأ المعركة أيضا أرسل إلى الأنصار وفيهم أقرباؤه وأصحابه: ألا تعرفونني؟ أنا فلان، هلموا إلي واتركوا هذا الرجل وشأنه، لما تقاتلون دونه؟ أنا صاحب مكانة فيكم. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. كان قد قال لقريش، ومع قريش الآن، قال: إذا أرسلت إلى قومي سيتابعونني ويتركون محمدا وأصحابه. فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. نظر إيش يقول، خجل يعني. فقال: أصاب قومي بعدي شر، عشان يخلص حاله يعني، تبهدل بالعام، أصاب قومي بعدي شر. نظر المسلمون أيضا، الجيش كبير، ينظمون صفوفهم حتى لا يخترقوا. وقد قلنا البارحة كيف وزع رسول الله الرماة على جبل الرماة عند أحد كي لا يستطيع المشركون أن يلتفوا من حوله. المشركون أيضا يحسبون حسابا دقيقا، لأنهم عرفوا ما جرى لهم يوم غزوة بدر. ماذا صنعوا الآن؟ كانوا قد أحضروا معهم بعض النساء. قال: إيش دور النساء في المعركة؟ يحرضن الرجال، وعلى رأسهن هند بنت عتبة، قد أسلمت فيما بعد رضي الله عنها، وهي زوجة أبي سفيان. هذه المرأة كانت تحترق غيظا وحنقا في وقتها ضد المسلمين، وكان معها ما يقرب من 15 امرأة، وكان معهن الدفوف، اللي بنقول له العام المزهر يعني، وكان معهن الدفوف. فجعلنا يضربن بالدفوف ويقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. يشجعون الرجال على القتال. وكان معهن أيضا، مع الدفوف التي يستعملنها، أناس يعرفن الغناء، فجعلنا يغنين ليستجلبن قلوب الرجال، فيقول: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق، إن تدبروا نفارق، في فراق غير وامق. يعني إن هربتم من المعركة سنترككم ونعود إلى أهلي، إلى بيوت أهلينا، فراق من لا يحب زوجه. الزوجات يقولن لأزواجهن: إن فررتم من المعركة سنرجع إلى بيوت أهلنا ونترك بيوتكم. وزاد هذا في تأثير تحريض المشركين. حرضوا بني عبد الدار حملة اللواء، قاموا بتحريض ضد المسلمين لم ينفعهم شيء، قاموا الآن بتحريض الرجال، فامتلأت نفوس المشركين شرا تجاه المسلمين. وابتدأت المعركة بخروج رجل من المشركين يدعى طلحة بن أبي طلحة العبدري. وهذا الرجل كان شجاعا جدا، وكان في كثير من المعارك يكون في الصفوف الأولى. فخرج جعل ينادي المسلمين: أين أنتم؟ من يخرج إلي فيبارزني؟ من؟ ويرفع صوته بذلك، حتى كان بعض المسلمين يلقبونه بكبش الكتيبة. دائما يخرج في الصفوف الأولى كأنه كبش يريد أن يذبح، لكنه كان قويا ليس ضعيفا. فجعل يهدد ويتوعد ويصيح في المسلمين، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه. ذاك الرجل راكب والزبير ماشي، لكن الزبير كان في أوج شبابه وفي عنفوان صدقه وإيمانه رضي الله عنه، لم ينهله لا أن يصعد ولا أن ينزل. وصل إليه الزبير وبقفزة واحدة صار معه على جمله وضرب رأسه فطرحه أرضا. فكبر المسلمون وازداد المشركون حنقا، فانفعلوا وتقدموا تجاه المسلمين. تقدموا بحملات قوية، وأعود فأقولهم 4 أضعاف المسلمين، ومعهم سلاح أكثر وعتاد أكثر، وكلهم راكب والمسلمون ماشون. ولكن المسلمين
كعادتهم أحسنوا التصرف وتيقنوا بأن النصر من عند الله وامتصوا هجمات المشركين. كانت ضربات المسلمين تتركز على ثقل جيش المشركين وهو حملة اللواء الذين حرقوا في أول المعركة. حملة اللواء كانوا أبطالا من بني عبد الدار، فخرج منهم رجل هو أخو طلحة الذي قتل آنفا كبش الكتيبة، خرج أخوه، هذا من عبد الدار وهذا أخوه أيضا، فخرج فجعل ينادي في المسلمين، فخرج إليه حمزة رضي الله عنه فقاتله، فقتله حمزة، أخذه أخوه الآخر مسافر، قاتله المسلمون، قتله علي بن أبي طالب، أخذها أخوه الرابع الجلاس هكذا اسمه، قاتل المسلمين فقتله المسلمون. وهكذا تتابع حملة اللواء ستة إخوة من أب واحد من بني أبي طلحة العبدري، قتل ستة إخوة من المشركين ولم يتراجعوا، محرضوا قالوا لهم أنتم تتراجعون، قالوا لن نتراجع، ستة إخوة قتلوا على الكفر. أخذ الراية سابعهم، ثامنهم، تاسعهم من أقاربهم أيضا قتلوا جميعا. فأخذ الراية عبد عندهم يدعى صؤابا، عبد، فأبدى من صنوف القوة والثبات شيئا عجيبا، وقاتل قتالا مريرا حتى قطعت يداه، كافر قطعت يداه، فحبى على لواء المشركين كي لا يسقط. لعلكم تذكرون هذه القصة في غزوة أحد نفسها، لمن من المسلمين؟ لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ومثلها بعد 5 أو 7 سنوات لجعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة. أما الآن فهي لمصعب بن عمير في جيش المسلمين، قطعت يداه أيضا. قبله كان هذا المشرك صؤاب عبد بني عبد الدار، حمل لواء بجسده كي لا يسقط إلى الأرض، وجعل يقول اللهم هل أعذرت، ولكن لسانه ليس فصيحا، فبدل أن يقول أعذرت يقول أعذرت بالزاي بدل الذال. قال إيش يعني؟ ماذا يعني كلامه؟ لا بأس أن أبين، دائما لن لا بأس أن أقول، ولكن أتمنى أن يكون مثل هذا الكلام يعني واضحا في أذانكم كي لا أعيده كل مرة. اللهم، هم يعتقدون بوجود الله، كي لا يقول إنسان كافر بآمن بالله بآمن بالله ويشرك معه الأصنام، تأين من هذه القصة، فهو غير مؤمن بالله. لو قال يا الله فهو لا يؤمن، لأن من جعل مع الله شريكا لا يقبل الله منه. فيقول اللهم هل أعذرت، يعني يا ربي حققت اللي أنت أمرتني فيه، مثل ما أمرتني أنا نصرت ما يزعم أنه على دينه، يعني يزعم أن الأوثان هي بنات الله وكذا وكذا أو شريك لله، فيقول يا ربي أنا حققت ما طلبته مني والعياذ بالله، هل أعذرت بلسانه الذي فيه لكنة. ثم قتل الرجل، 10 قتلوا كي لا يسقط لواء المشركين. لذلك لما نسمع في مثل زماننا أن أناسا على كفرهم ثبتوا، هذا ليس أمر ليس مستغرب، لكن المستغرب أن أناسا على إيمانهم يفرون، بقولوا نحن إسلام وبنهزمه، هذا الذي يستغرب. هؤلاء كفر لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه وثبتوا في المعركة. هذا كان في طرف من المشركين. في طرف المسلمين، ختام حديثي البارحة كان عن سيدنا أبي دجانة رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل، وقلت اسمه الحقيقي سماك بن خرشة. سماك رضي الله عنه أبو دجانة كان قد أخذ من رسول الله سيفا، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أنا. وقلت حينها إنه قام إليه ليأخذه، قام من الصحابة إلى رسول الله ليأخذه علي لم يعطي، عمر بن الخطاب لم يعطي، الزبير بن العوام لم يعطي، فقام أبو دجانة فأعطاه. أقول والله أعلم، والله أعلم، أقول لعل في هذا حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أبطال أصحابه أن لستم وحدكم أبطال، الجيش كله بطل، حتى لا يدخل الشيطان في قلب إنسان يقول لك أنا ما في مثلي، في مثلك كثير.
الشيطان يدخل يقول لك أنا عم بعمل أنا ما عم تعمل شيء. كل الناس مثله، أقوياء صامدون ثابتون على الحق. فترك الشجعان المعروفين وأعطى أبا دجانة ولم يكن بتلك الشهرة رضي الله عنه. الزبير بن العوام يحدث قال كنت في المعركة فلما عرض رسول الله السيف وعرضت نفسي عليه فمنعنيه ما أعطاني إياه، قلت في نفسي أنا ابن عمته ولم يعطيني السيف. تأثر الزبير رضي الله عنه ابن عمة رسول الله، ابن السيدة صفية رضي الله عنها عمته المسلمة، منعني السيف تأثر في نفسي، فقلت لأرقبن ما يصنع هذا الرجل، ليش أخذ هذا الإنسان؟ قال فنظرت إليه فإذا هو قد عصب رأسه بعصابة حمراء، حط حوالين رأسه يعني لفافة صغيرة دي تسمى عصابة، شيء يعصبه حول رأسه لونها أحمر، وجعل يتبختر في الصفوف وينادي أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. وينطلق البطل رضي الله عنه. يقول الزبير وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه. رجل من المشركين يراقب من جرح من المسلمين ينطلق إليه فيقتله من لؤمه، إنسان ينزف يقتله. قال فرجوت الله أن يتقابل مع أبي دجان فتقابله. قال فصاوله وجاوله ثم ضربه ضربة طاحت برأسه وفلقت صدره، فقتل صدره. قال ثم رأيته يلحق رجلا من الناس فلما أن رفع السيف على مفرقه رجع إلى الوراء وتركه. قال وقبل أن يضربه سمعت صوتا كأنها امرأة. الزبير لم ينتبه من الذي كان في أول الأمر أو لعله كان بعيدا، ثم تبين له بالفعل أن التي رفع عليها السيف من قبل أبي دجان امرأة. قال فنظر تمعن الزبير فإذا بها هند بنت عتبة، كانت مشركة كما قلت وهي التي حرضت المسلمين. قال رفع السيف عليها فصاحت وولولت فرجع وتركها ولم يقتلها. فقلت في نفسي الله ورسوله أعلم، عجب ليش ما قتلها؟ قال ليش تقتل المرأة؟ إذا قاتلت تقتل. الآن انظر في جيوش غير المسلمين وفي جيوش المسلمين، نساء يقاتلن أتركها تقتلني ثم أقول لا أقتل امرأة، هذا هو الجنون بعينه. فالمرأة إن قاتلت قتلت وإن تراجعت لا شأن لي بها. فهذه المرأة الآن تحرض المشركين فهي أحد المقاتلين إذن. لكن أبو دجانة رفع السيف عليها سمع صوتها تولول فرجع عنها. في نهاية المعركة سأله الزبير قال رفعت السيف على مفرق هند فلما رددته؟ قال لما رفعت السيف سمعتها تولول فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة ولو مجرم، بس سيف رسول الله لا تضرب به امرأة. سبحان الله، فهم آتاهم الله فهما عجيبا. قال وكان في مقاتلي المشركين رجل من العبيد أيضا، وحشي بن حرب. وحشي رجل أسود حبشي كان مع المشركين، وكان سيده ويدعى جبير بن مطعم قد حرضه قبل المعركة فقال له يا وحشي إن أنت قتلت حمزة بن عبد المطلب بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. سيده اسمه جبير بن مطعم، جبير بن مطعم أبوه اسمه المطعم بن عدي، كان مشركا لكنه كان عاقلا وحاول أن يدافع عن المسلمين. لكن عمه، عم جبير بن مطعم اسمه طعيمة بن عدي، كان مشركا وقتل يوم غزوة بدر على يد سيدنا حمزة. فابن الأخ يقول لعبده إن قتلت حمزة بعمي يعني ثأرا لعمي فسأطلق سراحة فأنت حر. أقول هذا يا أحبتي لأن بعض من يروي قصص السيرة وبخاصة المسلسلات وغيرها قد يروي هذه القصة فينسبها إلى هند بنت عتبة،
هند بنت عتبة لم تكن تملك وحشيا، مالكه أعود فأقول وجبير ابن مطعم، وهو الذي حرضه على قتل حمزة. وجبير فيما بعد أسلم رضي الله عنه، أسلم رضي الله. قال هند ما العلاقة؟ قال العلاقة لكن فيما بعد. كيف؟ في رواية ابن هشام في السير كانت هند تمر بوحشي في مكة ليست عبدا لها، فتقول له ويها أبا دسمة، وهي كنية وحشي. ويها يعني ايه من العام، يلا نقول ايه يعني تحريض. ويها أبا دسمة اشفي واشتفي، اشفي غليلك من المسلمين ومش خلينا نشتفي نحن نذبحهم. فتحرض ايضا لكنها ليست تملكه، وليس هو ينتظر منها مالا ولا حرية. فالاصل جبير بن مطعم. يقول وحشي وقد اسلم هو ايضا رضي الله عنه، يقول وحشي: فخرجت يوم احد وليس لي حاجة في القتال غير ان اقتل حمزة فاعتق. في اللغة العربية يقال أعتق، يقال أعتق لكن أعتق أفصح، فأعتق. قال فخرجت فإذا حمزة يصول بين الرجال يهد الصفوف هدا، هكذا يصفه وحشي الذي قتله، يهد الصفوف هدا لا يقوم له أحد، ما أحد بحسن بوجهه أبدا. قال فقابله رجل من المشركين فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، قرب قرب تعال. مقطعة البذور أمه كانت قابلة في عصرنا، فكانت تفصل المشيمة عن الأولاد، فيقول هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. يقول وحشي فضربه ضربة طاحت به فكان كأمس الذاهب. تعبير عجيبة، سبحان الله، جميل كلامنا، كلام العربية فصيح بليغ وله رنة، سبحان الله، أنزل الله به كتابه. قال فكان كأمس الذاهب. قال ثم اقترب تجاهي وأنا أتحين منه، أنا لا أريد أن أقاتله، وكنت امرأ حبشيا أرمي بالحربة لا أكاد أخطئ. حدث عن نفسي، الحبشة من قديم إلى عصرنا يرمون بالحراب، حربة معروفة مثل السهم على أطول أثخن. قال وكنت رجلا حبشيا أرمي بالحربة لا أكاد أخطئ. قال فتحينت من حمزة حتى إذا اقترب مني هززت حربتي حتى إذا رضيتها ضربته بها فوقعت في ثنته. الثنة تحت السرة بقليل، تحت السرة بقليل. قال فوقعت في ثنته فخرجت من ظهري. قال وقام إلي ليقتلني ولكنه غلب فسقط. سيدنا حمزة اخترقت الحرب أحشاءه وهو يقاوم ويريد أن يقتل وحشي، لكن غلب رضي الله عنه، لم يستطع، يعني تعرف هذا الأمر، سبحان الله. قال فغلب فسقط ثم مات رضي الله عنه. يقول وحشي فانتظرت حتى تيقنت أنه قتل فجئت إليه فانتزعت حربتي ورجعت إلى آخر الجيش، ليس بي حاجة إلى القتال إلا أن أعتق، أنا ما بدي شيء ثاني، لا قاتل ولا لي شيء في القضية كلها. وسرى خبر مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه بين المسلمين لكن ذلك لم يفت في أعضادهم، واستمر القتال قويا عنيفا، واستمر الجانب الأرجح للمسلمين، ولكن حدثا جليلا قدر على المسلمين كان سببا في قدر الله الذي حل به. فذاك موعدنا غدا إن شاء الله. اللهم انفعنا بما تعلمنا.